أستاذ أحمد الحجار، أول سؤال لازم أسأله، يعني أنت فين؟ أنا في الحي الرابع في 6 أكتوبر. أقول لحضرتك أنا يعني ملحنا عملت مسرحيات، مسرح كتير، إنما مغنيا يمكن لأني في بداياتي ولحد دلوقتي والحمد لله رفضت أغني في الحتت اللي فيها خمرة أو الأماكن دي، فزي ما أكون استعديت شوية وكلاء الفنانين، لأن هم طبعا بيشتغلوا في الأماكن دي وبيشغلوا رقصات ويعني بيشغلوا أشكال، فشكلي ما عجبتهمش يعني. لا يلائم هذه الأماكن، وبعدين ممكن يكون ينغص عليهم عيشتهم أول ما يشوفوا شكلي. اللي هو ده اللي جاي يوعظنا بقى، احنا عايزين ناكل عيش بقى أو عايزين وجع دماغ. أيوه. ده جزء طبعا. الجزء الثاني اللي هو المهم في شخصيتي، انا ما بحبش قوي الظهور كمان، يعني حته الظهور دي عندي مش يعني محجر شويه. وعندك الخجل الشديد جدا. يعني الاثنين عندي، الخجل الاجتماعي. يعني حاجه غريبه شويه فيا، بس فعلا يعني ليا اصدقاء كتير ولكن عندي الحياء ده فعلا، يعني دي حاجه انا مخلوق بيها يعني. بس فعلا في الجزء الاولاني يعني 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 وكلاء الفنانين ممكن يعاد صوتا جميلا، يعني لمجرد انه واخد هذا الموقف، انه عايز يحترم المكان وعايز يحترم نفسه ولا يغني في اماكن بعينها بهذا الشكل. هو انا فضلت يعني الاحساس ده جوايا ومش عايز اعلنه، لان مش مسنود على حاجه، لحد ما حد قال لي كانوا عاملين يعني حفله وكده ورايحين عايزين فلان الفلاني، عايزيني يعني. فقال لهم لا، ما احنا عندنا فلان احسن وكده. مره تاني حد قال لي ان بيحصل فعلا انهم بيجيبوا حد وبيقترح عليهم المتعهد، بدل فلان انا اجيب لك اتنين تلاته احسن منه ويساعدك اكتر وكده يعني. فاتقالت يعني، بقت بتتقال بوضوح واضحه يعني. قدامي. وهو اللي فاهم قواعد السوق هيبقى فاهم ده كويس يعني. ما حاولتش شويه يعني تضعف وتقول يعني انا مال انا بغني وخلاص؟ مره حصلت وقلت ان انا خلاص انا مضطر، كنت في ظروف من سنين يعني، ظروف ماديه صعبه صعبه جدا. فانا فاكر يعني كان راكب ايام ما كان معايا عربيه. اذا انت معاك حتى العربيه مش موجوده؟ لا، من بقالي 6 سنين انا واخد قرار ان انا ما اسوقش يعني. فركبت ورايح، كان في حد جنب المطار كده متعهد فنانين يعني، وقعد كذا مره يكلمني يعني وكده. وانا اقول له لا حرام، يقول لي انت مالك، انت ليك تاخد فلوسك من هناك. اقول له طب اشمعنى في شهر رمضان ما بيبقاش في شغل في الفنادق والمطربين؟ لا، هو المصدر نفسه بتاع الرزق نفسه جاي من حته يعني. انا مش طول ما فيها خمور ورقصات وبتاع. انا ما املكش اقول حرام او حلال، بس انا ما برتاحلهاش. فالمهم اني يعني ركبت فعلا العربيه، وانا عند النزله بتاعت كان لسه ما كملش بقيه الكوبري، نزلت لفيت ورجعت تاني عند غمره كده، رحت لافف وراجع تاني، قلت لا خليني زي ما انا. لف وارجع يا ابني وبتاع. ده على فكره حضرتك يعني في ظرف 5 6 شهور ده بيبقى مليونير اللي بيغني في الاماكن دي يعني، من غير مبالغه اللي بقوله ده يعني.